معكم إلى موجز أخبار الآن. طلب العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز بتكثيف الجهود لمكافحة التطرف والإرهاب وتجفيف منابع تمويله، مشيرا إلى تطلعه لتعزيز العلاقات مع روسيا لخدمة الاستقرار العالمي. من جهة أخرى، خلال انطلاق عمل القمة السعودية الروسية في موسكو، أكد العاهل السعودي على ضرورة إنهاء الأزمة السورية وفق بيان جنيف 1 والقرار الدولي 2254، كما شدد على ضرورة الحفاظ على وحدة العراق والتركيز على مكافحة الإرهاب، فيما طلب بضرورة رفع المعاناة عن مسلمي الروهينجا في ميانمار. لقي 38 مسلحا من تنظيم داعش مصرعهم أمس، بينما خسرت قوات سوريا الديمقراطية 6 من مقاتليها في المعارك الدائرة بين الطرفين في الرقة. من جهتها، قالت شبكة سور نيوز الإخبارية المحلية إن طائرات التحالف الدولي استهدفت يوم الثلاثاء الماضي حديقة في حي البدو، مما أدى إلى قتل 20 مقاتلا من داعش وإصابة 15 آخرين بجروح بلغة الخطورة. أعلن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي تحرير مدينة الحويجة، أحد آخر معاقل تنظيم داعش في العراق، مضيفا أنه لم يبقى أمام القوات الحكومية إلا الشريط الحدودي مع سوريا في غرب البلاد. وكانت القوات العراقية أعلنت في وقت سابق الخميس أنها استعادت السيطرة على وسط قضاء الحويجة من أيدي تنظيم داعش. طلب رئيس الوزراء الأسترالي تزويد كافة كاميرات المراقبة في المطارات ومراكز التسوق بتكنولوجيا يمكنها التعرف على هوية الشخص من ملامح الوجه فقط في أقرب وقت ممكن، إذ طلب من الحكومة اتخاذ إجراءات لازمة لإقامة نظام وطني للتعرف على ملامح الوجه من خلال جمع رخص القيادة من المواطنين. اتهمت منظمة العفو الدولية دول الاتحاد الأوروبي بتعريض أرواح الآلاف من طالبي اللجوء الأفغان للخطر بإعادتهم قسرا إلى بلدهم الغارق في الفوضى والعنف. أقلت المنظمة الحقوقية لحقوق الإنسان في تقرير لها أن حوالي 9500 أفغاني أعيدوا قسرا إلى بلدهم جوا في عام 2016 بعدما رفضت الدول الأوروبية التي رحلتهم طلبات اللجوء التي تقدموا بها. نبهت دراسة حديثة إلى أن رحلات طائرات الركاب ستشهد المزيد من المطبات الهوائية خلال العقود المقبلة، ورجحت أن ترتفع بواقع 3 مرات جراء التغير المناخي. ووفق الدراسة، فإن ركاب الطائرات سيكون عليهم استخدام حزام الأمان لفترات أطول خلال رحلاتهم الجوية تفاديا للإصابة أثناء الطيران. نهاية الموجز، أشكر لكم طيب المتابعة وإلى اللقاء. نشكركم على متابعة قناة تلفزيون الآن على يوتيوب. ليصلكم كل جديد، قوموا بالضغط على زر اشتراك أو سبسكرايب، أو إن أعجبكم ذلك شاركونا تعليقاتكم، ولا تترددوا أيضا بالضغط على مشاركة أو لايك.